ضربة قاسية أخرى تتعرض لها المجموعات المسلحة في القلمون. استهدفت موكبا لقيادات المسلحين في جرود عسال الورد في كمين النوعي، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من الصف الأول. ووفق المعلومات، نفذ الكمين بعد رصد استخباراتي دقيق في منطقة متصلة بجرود عسال الورد الجبة عبر استهداف مدفعي صاروخي ثقيل للرتل. يتم التعامل مع المجموعات الإرهابية في القلمون بطريقة الكمائن النارية والاستخباراتية والقتالية، وكلها كمائن موت بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي تحاول التسلل باتجاه المناطق الآهلة من جرود تلك المناطق. القائد الميداني فيما يعرف بجبهة النصرة وأبرز قادتها المسؤولون عن العمليات العسكرية في القلمون والتنسيق والتخطيط لها كان بين قتل الكمين، إضافة إلى محمد الحسيني خبير متفجرات ومحمود خلوف قيادي ميداني فيما يسمى القطاع الغربي، وهو من الذين قادوا الهجمات الأخيرة على عسال الورد. كما كان من المقرر أن يكون أمير النصرة أبو مالك التلي ضمن المجموعة المستهدفة. الكمين أتى بعد سلسلة ضربات حصلت ضد المسلحين في القلمون غداة هجوم فاشل على إحدى النقاط قرب عسال الورد ومحاولات تسلل متكررة نحو رنكوس وفليطة. نتيجة دهمهم من قبل الشتاء والبرد القارس يحاولون دائما أن يهبطوا من هذه الجرود باتجاه القرى المحاذية للحدود وخاصة على الجانب السوري. الجيش العربي السوري ومنذ الانتصار الكامل في هذه المنطقة أخذ ينصب الكمائن ضد هؤلاء المسلحين. انسداد الأفق أمام المجموعات المسلحة وارتفاع منسوب البرد القارس جعل المجموعات المسلحة تستميت في إيجاد مأوى وخط إمداد لها، وهنا يقع هؤلاء في مصائد الكمائن. حرب الكمائن التي يتقنها الجيش السوري وحلفاؤه جيدا تعتبر الأسلوب الأذكى والأجدى في قتال المسلحين بأقل الخسائر الممكنة في هذه البقع الجغرافية التي تنتشر فيها الكمائن بسرية وخفة. دارين فضل، العالم، دمشق. قاسية أخرى تتعرض لها المجموعات المسلحة في القلمون. استهدفت موكبا لقيادات المسلحين في جرود عسال الورد في كمين النوعي، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من الصف الأول. ووفق المعلومات، نفذ الكمين بعد رصد استخباراتي دقيق في منطقة متصلة بجرود عسال الورد الجبة عبر استهداف مدفعي صاروخي ثقيل للرتل. يتم التعامل مع المجموعات الإرهابية في القلمون بطريقة الكمائن النارية والاستخباراتية والقتالية، وكلها كمائن موت بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي تحاول التسلل باتجاه المناطق الآهلة من جرود تلك المناطق. القائد الميداني فيما يعرف بجبهة النصرة وأبرز قادتها المسؤولون عن العمليات العسكرية في القلمون والتنسيق والتخطيط لها كان بين قتل الكمين، إضافة إلى محمد الحسيني خبير متفجرات ومحمود خلوف قيادي ميداني فيما يسمى القطاع الغربي، وهو من الذين قادوا الهجمات الأخيرة على عسال الورد. كما كان من المقرر أن يكون أمير النصرة أبو مالك التلي ضمن المجموعة المستهدفة. الكمين أتى بعد سلسلة ضربات حصلت ضد المسلحين في القلمون غداة هجوم فاشل على إحدى النقاط قرب عسال الورد ومحاولات تسلل متكررة نحو رنكوس وفليطة. نتيجة دهمهم من قبل الشتاء